مدبولي يؤكد أن محور قناة السويس يعد منطقة محورية للوطن بأكمله. مؤتمر بروكسل للمانحين يقرر تقديم 7 مليارات دولار لدعم اللاجئين السوريين. ومجلس العموم البريطاني يوافق على مقترح الحكومة بتأجيل بريكسيت. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن محور قناة السويس يعد منطقة محورية للوطن بأكمله، وخلال اجتماعه مع كبار المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة الجنوبية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، شدد مدبولي على أنه لا مجال خلال الفترة القادمة لمستثمر يدخر مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية دون تنميتها، مشيرا إلى أن هناك توجيها من القيادة السياسية بالمتابعة الشهرية لسير العمل بالمنطقة وإعداد تقارير شهرية ترفع إلى رئيس الجمهورية. أكدت وزارة الخارجية أن مصر لا تعترف بتقارير مثل التي أصدرتها الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وأشارت الوزارة في بيان لها أن هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثوقة توفرها جهات ومنظمات غير حكومية وتحركها مواقف سياسية منوئة ولا تستند إلى أي دلائل أو براهين ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية. وأضافت الخارجية أن التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية. أعلن المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات أن المشاركين في مؤتمر المانحين في بروكسل تمكنوا من جمع قرابة 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، وتعهد المشاركون بالمؤتمر في ختام فعاليته بتقديم هذه المبالغ بصورة عاجلة في إطار خطة لدعم اللاجئين السوريين. ووصف الاتحاد الأوروبي هذا المبلغ بأنه فاق التوقعات التي قدرت قيمتها بنحو 6 مليارات دولار. صوت مجلس العموم البريطاني على مقترح قدمته حكومة رئيسة الوزراء تريزا مي بتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي 3 أشهر، وأيد 412 عضوا تأجيل الخروج مقابل 202 رفضوا هذا المقترح. وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض في وقت سابق التعديل الذي يدعو إلى استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقوم باستخدام حق النقد ضد قرار مجلس الشيوخ الذي صوت برفض إعلان حالة الطوارئ بغرض بناء جدار المكسيك. وقال ترامب في تغريدة له أنه يتطلع للاعتراض على القرار الذي وصفه بأنه من شأنه فتح الحدود وازدياد الجريمة والإتجار في المخدرات. وكان 59 عضوا في مجلس الشيوخ قد صوتوا ضد مشروع القرار الذي يهدف لإلغاء حالة الطوارئ، فيما أيده 41 آخرون. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مغادرة كافة الدبلوماسيين الأمريكيين لفنزويلا، وقال بومبيو في بيان له أن الدبلوماسيين الأمريكيين سيواصلون مهمتهم من أماكن أخرى، حيث سيستمرون بالمساهمة في إدارة المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي ودعم الفاعلين الديمقراطيين بكاراكاس بحسب تعبيره. وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، في حين سحبت واشنطن بدورها دبلوماسييها المتواجدين في فنزويلا. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري إكسترا. شكرا لكم على حسن المتابعة.